موهبة الرسم، اكتشف موهبتي والدة وأنا عمر 13 سنة. آية وائل عيد مسعود، سكان غزة، العمر 20 سنة. بعد وفاة والدي في 2014 بدأت رسم الشخصيات. أول شخصية رسمتها هي شخصية والدي. بعد شخصيات والدي صرت أرسم شهداء مسيرة العودة، كل شهيد كانت له قصة وحكاية. فتت في الجامعة تخصص وسائط متعددة. بعد ما تخرجت من الجامعة اقترحت علي صديقتنا ريمان أن أكمل أدمج بين الرسم والتطريز. هنا كانت الفكرة شوية بين أو لا، أنه ممكن أنش نجح بهالإشي أو أفشل، بس حتى لو كان الفشل مرة واثنين وثلاثة إلا ما يجي بعده نجاح، وبالفعل كان هذا الإشي. سمعت كلامها ودخلت في عالم التطريز. علمت نرمان التطريز، كان بالأول جداً جداً صعب عليا. بعدها لما كان التطريز صعب عليا صابني يأس، لأنه كان في بين الإبرة والخيط، إنه شوية صعب عليا بين أدمج الإبرة والخيط في التطريز، فهنا شوية بس بعد ما صح إن إجاني يأس، بس ما استسلمتش، ضليتني حوالي التطريز لحد ما حتى الآن كانت هلأ التطريز إشي بسيط جدا عليا. أول إشي أنا كنت أخجل جدا من نظرة المجتمع، كان يطلع لي، بحس إنه بيطلع لي بنظرة الشفقة، نظرة الحزن، الأسى. أنا بعدها يعني كانت جدا كانت صعبة علي هذه الأشياء. يعني تقريبا شاركت ب 12 معرض. بعدها إنه أشارك بمعارض معينة، مش حابة، إني حابة يكون إلي معرض مخصص لإلي بس. طموحي إني أنا أشارك بمسابقات عالمية للرسم. لو شوف الطفل الصغير وقول مثلا وين ايديك، اجاوبه اقول له ايديا بالجنه، تعطيني ايديك، يعني اعطيه يعني دفعه امل. فما بطل يجيني انه انا اخجل، يصيبني ياس، لا، لانه بدنا نعيش بالحياه.